السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. تحية جديدة متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتابعوا هذا الفيديو متابعينا داخل وخارج أرض الوطن، كذلك متابعينا من الوطن العربي الأوفياء، الشكر موصول لكم الوافدون الجدد، كذلك شكرا على الثقة ديالكم، ونتمنى دائما تكونوا عند حسن ظنكم إن شاء الله يا رب العالمين. فكذلك قبل ما ندخلوا في تفاصيل هذا الفيديو، نتمنى انكم تدعمونا باللايك والبارتاج والاشتراك، يرجع تفاعل القناة، كذلك تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، وكثروا التعاليق في خانة التعاليق، فقط يكون التعاليق باحترام. الخوت لما كنتقدوا راه ماشي كنكرهوا، فقط كنحاولوا نبينوا اولا نوضحوا بعض الامور. ما علينا الخوت، زين المحارم الخوت اللي بقى لها غير نهار، واللي هو غدا 23 في شهر 4، الجلسة ديال زين المحارم. بزاف الناس كيقولوا الجلسة، كنت خرجت وقلت لكم انني سولت انه ما غاديش يكون اضراب، ولكن العلم لله، كل شيء في الله، حنا ما عارفينش، لان في بعض الاحيان ممكن تكون ممكن ما يكونش. المهم اولا غادي تشوفوا خروج القنوات ديال ولاد شحيبر، الرئيسه ديال ولاد شحيبر مولات الموزون خرجت كتكركر وفرحانه انه ما غاديش تكون الجلسه. شوف هنا اولا هذا خير دليل على انه ما كاين لا زين المحارم ولا هم يحزنون. سيده كضحك لك سيدي ما غاتكونش الجلسه، حقه ما حقه انه الطرف الاخر فرحان، كانوا فرحانين باش يسالي هذا الشيء، ولكن ما عندنا ما نديروا لهم، غادي تاجل وفرح وتضحك. هنا باش تعرفوا الخوت، هنا فيقوا 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 القاطع، فيقوا كيف يعقل واحد الناس كيدافعوا على واحد المراه ومتاكدين يعني من انه كاين زين المحارم وانهم عندهم معطيات وعيهم ما يروضوا الراي العام والمتابعين ديالهم، اكيد غادي يكونوا حتى هما باغين انه تدوز الجلسه وهذا الشيء سالي. ولكن الخرجه ديال الرئيسه ديال ولاد شحيبر ديال مولات الموزون تضحك وقالت لكم ما عندنا ما نديروا لكم. انا لا جيتي عليا كقناه لهلا يدوز هما هذه الجلسه، لان انا ما كنت كرفس ما كنت عدب، انا فقط كنهضر في واحد الموضوع، اؤمن بواحد الحاجه اللي هي ماكينه زين المحارم، عندي مبادئ منهم انه نتمنى هذا الشيء سالي، لان هذا الشيء شوه هذيك المدينه صراحه. المحكمه ولا تعيشه او خدامه غير مع هاد الناموسه هذه ومعكم انتوما من ميل في الميلف. فلو كانت عندكم مصداقية وعندكم ما تقولوا، كنتوا فعلا مؤمنين بزين المحارم، لو كنتوا مؤمنين وهذا الشيء غادي نقول لكم. كاينه واحد القناة كانت معكم وهي ضدنا، خصوصا في الملف ديال الجمال، كاينه واحد القناة كانت معكم تتحداكم انه انتوما كنتوا كتهضروا بحكم هي كانت تتواصل معكم، تتقولوا انه زين المحارم ما كايناش بيناتكم. وهذا الشيء انا راه وصلني، شتي نهار وصلتني المعلومه داك الشيء اللي كنتو كتحفروا الجمال ديال خالته ومات خالته، راه وصلني حتى هذا الشيء انكم، ولكن انا ما عنديش دليل، ما مسجلينش، لو كان تسجيل والله تنحطوا لكم ونبرقكم ونسالي معكم، ولكن منعتو للاسف الشديد. انا كنقول للاسف ما تنسجلوش، اما خص تسجل بنادم صافي، لان كلشي ولا تيسجل، كلشي ولا انت واخا تخرج تهضر اختي يقول لك حط الدليل، الدليل هو تسجل بنادم وتحطو ليه في وجهه. ديك الساعه منين ان تقول ليه، منين تقول ليه عندي تسجيل ما يقدرش يهضر، باش نجيكم من الاخر. فاليوم ملي كنشوفكم كتخرجوا بهذه الطريقه وفرحانين انها غتاجل، فهذا يدل على انكم فعلا انتم كتبغيو تخدموا غير بالمواضيع، بغيتوا تخدموا بهذه زين المحارم، ما متاكدينش، ما مقتنعينش، مقتنعين فقط في السنتكم على اليوتيوب، اما في الواقع بيناتكم في الخاص في الكواليس، انا عارف انكم تقولوا راه ما عندها ما تربح الناموسة، وانه ما عندهاش معطيات وما عندهاش ادله، وفي دابا حنا خصنا نكملوا، ما يمكنش نتراجعوا، اللور عندنا متابعين، غادي نتفرشوا، غادي كذا، انا عارف هذا الشيء. خير دليل الخرجه ديال اليوم الخوت، السيده ناشطه كتقول لك انه غدا غيكون التاجيل، حنا بحال التاجيل بحال ماشي التاجيل، لانه شوف شحال ما طال الليل غادي يصبح الصباح، راه المتابع اكيد عيا من هذا الشيء وزين المحارم وباغي فوقاش يعرف غير الحقيقه. هنا باش تعرفوا ان الناس اللي باغيين يعرفوا الحقيقه ماشي كيحفروا للناس باش يصيفطوهم للحبس، الناس اللي كيبغيو يعرفوا الحقيقه هما اللي كيبغيو يسالي هذا الشيء، لانهم ما مستافدين والو، باغيين يعرفوا غير الحقيقه وتهناو. كذلك نحن كقنوات
نؤمن بأنه مكينات زين المحارم وأن هذه مؤامرة مفتعلة من أجل واحد الهدف اللي هو أن لبنى تمشي في حالها ما صدقش صدقات الناموسة في المحاكم، صدقات وصلت لشي أمور اللي شوهت راسها، راه ما شوهت حتى واحد، شوهت راسها، خسرت فلوس من جيبها، حنا راه ما خسرناش. فاليوم حنا بغينا يسالي هذا الشيء لان كقنوات فعلا ما بغيناش نخدموا بهذا الشيء. صافي سالي هذا الملف، لان هذه القضيه فيها تشوهات واحد البنت اللي هي قاصر، واحد البنت اللي صراحه تمرمد بالشرف ديالها، بالعرض ديالها، خرجت لها الخبره، مجموعه من الامور. فاليوم كتبيني فعلا انت البانوراما انه عاجبك انه يكون تاجيل باش تجي تخدمي، باش تبقى تعطيك الام، تسجل الناس وتعطيك المعلومات والحصري باش تدخلي الفلوس، هذا هو الهم ديالك. اما لو كان فعلا مؤمنه غادي تبغي فوقاش انه تبان الحقيقه باش انه ترتاحي وكذا، وان تثبتي المصداقيه ديالك. ولكن مادام قلتي انه هما غادي يفرحوا، كانوا كيتسناو الطرف الاخر زعما علينا حنا وعلى يسرى وعلى العائله كامله زعما ديالهم، الطرف اللي ضد الناموسه واللي كيقول لك ما كاينش زين المحارم، وطبعا هذا الشيء الى حدود الان مثبت عن طريق الحكم الابتدائي ديال المحكمه الابتدائيه المحترمه لمدينه فاس. واذا هنا تتاكدوا للمتابع انه راه غادي تكون البراءه مره اخرى في الاستئناف، لانه ما عندكم والو، رغم انكم كتخرجوا وكتقولوا كاينين جديد وانه غادي تكون مفاجات والدفاع الفلاني طالب حضور القاصر والحضور بقوة والشهود، يعني غتتماطلو. وشو غنقول لكم واحد القضية، هذا الشيء راه فيه كله فلوس. الناموسة كل ما كان تأجيل يعني راه غادي يكون فيه زيد المزيد دقيق، هذا الشيء راه باين، احنا ما عندناش مشكل. لكن باش تخرجي بهالطريقه وفرحانه وانك ناشطه وتقولي حقه انه ما كانوا بغا يفرحوا، ولكن ايوا راه غادي يفرحوا، شوف اللي ما فرحوش غدا راه غيفرحوا. الجلسه غالبا الا كان تاجيل غادي يكون 15 يوم ولا اسبوع ما بين، الا كان شي اضراب. وحنا شوف باش تعرفينا اننا حنا حقانيين وباغيين غير الحق، ما بغينا نشوف، بغينا نعرف واش كاينه شي، رغم ان تنقولوا ما كايناش، وانطلاقا من ولا على اساس الحكم الابتدائي انطلاقا كذلك من المعطيات الخاويه اللي عند الناموسة، شهود ما عارفينش راسهم محطوطين كشهود، السيده غير كتشد، ربما اي واحد داز من قدامها قال لها السلام عليكم، راه انا معاك، راه بكري شراه، والله الا باينه دار مع بنته، غتسجلوا في الشهود. لان هذا شوف، انسان ما تيكون عنده والو، ما تيكون عنده اثباتات ما والو، تيقلب على اي شيء على السبه، انتم عارفين وحنا كنعيشوا هذا الشيء في المجتمع ديالنا. شهود الزور وزيد خير دليل الخرجه ديال سميره، اللي صراحه رغم انكم طحنتوها عطيتوها علاش كتقلب حتى هي تستاهل، ولكن خرجت حتى هي ضربتكم بنص، قالت لكم انني كانت عليا ضغوطات، فرشت مجموعه من الامور، باركه غير داك الشيء راه طيحكم ونزل منكم النص وتفرشتوا رغم الخرجات ديالكم. شوف سميره ربما خسرات شحال هذه، نتوما بديتوا كتخسروا من خلال الفرشه اللي فرشتكم، وهذا الشيء حنا اللي كنا بغينا نبينوا للناس، انكم تتحكموا في الناس، كتعطيهم كما وقع لكم الان في القضيه ديال جمال شانيل، بديتوا كتعترفوا على بعضياتكم، بديتوا كتفرشوا بعضياتكم الى درجه ان وصلت بكم درجه انت بانوراما، ما نعرف شو انت تحرشي عليا اخت المرحومه، علاش؟ حيت ما قديتيش ليا انت لا هذوك اللي معاك، حيت نتوما تتبانوا ليا اقزام. انا والله ما تقدوا عليا، انا نقولها لكم، انا شوف خلات تبان لكم نتوما عندكم قنوات كبار كتدخلوا الفلوس، كتنصبوا على الناس غير في الكواليس، داك الشيء المحسنين، داك الشيء كيتخلص من تحت لتحت تحت الطابله وداك التخربيق. ولكن باش توصل بكم الدرجه، قال لك حقا بغاو يجيبوا الحق ديال المرحومه سعاد الله يرحمها برحمته يا ربي، في هذا النهار الحق ديال سعاد، وبغاو يصفيو حساباتهم معايا. اكلكم تصفيه حسابات، لانه لو بغيتوا الحق ديال سعاد بريكي الله يرحمها ما غتمشيوش عند واحد شتي كنتو غتورطوا غير اختها، غتورطوها معايا، غدير بيا شكايه، غنلصق ليها شكايه، انا نقول لك وغتلصق. وبهذا الشيء باقي غادي يكون، هذا الشيء باغي باش نكون واقعي، لانكم تخليتوا على هاد الناس. حتى دابا جمال خرج وكيهضر واكتشف مجموعه من الامور، عاد وليتوا كتهضروا غادي نديروا غادي نفعلوا وغادي نعطي اليوم وغدا. منين غتعطيو اليوم وغدا؟ انا غادي نبرقكم. الجلسه السابقه في المحكمه الابتدائيه ما كان حتى شي واحد من الطار، ما كاين لا دفاع على جوج لا ثلاثه، كنت حاضر شخصيا وسط القاعه، كان غير الطرف ديال جمال يمتثلوا، علاش ما كانش الحضور لا ممثل الدفاع لا دفاع لهم يحزنوا؟ مابقاش تكذبوا على الناس، حنا عارفين شنو كاين. والان الملف غترفع عليه السريه، كاينه امور اللي غادي نقولوها للناس واللي غتفاجئكم.
واخا تخبي شحال ما حبيتي، قال لك حكات عطاتنا اوامر باش ما نهضروش. قاضي التحقيق، انت خرجتي الخبره ديال يسرى قاصر طفله قاصر، خرجتي الخبره ديالها وحطيتيها اكزاكتلي وما خليتي ما قلتي فيها. انت حطيتي فيديو ديال ماجده تصورت بدون علمها، وهذا الشيء يخالف القانون. والناموسة كتعترف انها صوروها بدون علمها، وانه مشى الفيديو صيفطته لك سميرة، الا ما صيفطاتش الناموسة صيفطته لك سميرة، وحطيتيه بدون صوت. عاد تهضري انت على انك تسريب، التسريب راه تم وكلشي في التقرير اودي، البانوراما كلشي في التقرير. مجرد غتحدد الجلسة انا ما عارفش بالضبط، لان كاين انا مازال ما وصلنيش بالضبط فوقاش غتحدد، غنتاكد وغادي نقول لكم، غادي نحط لكم شي، غادي دوز الجلسة الاولى ديال الاستئناف اللي فيها جمال مشتبه به وشبهة التسميم. انا غادي نقول لك، غادي نخرج لكم كلشي، ولا جمال يخرج، واحد فينا غادي يخرج، لان التقرير شفنا الشهود شنو قالوا، شفنا الاستدعاءات، الخبر في ريوسك والاعترافات، شكون اللي عطاك هذه، شكون اللي عطاك فلان، وكان نا الخبر في راسك وانت عارفه، ولكن ما تقديش تهضري على هذا الشيء. المهم ما علينا الخوت، باش ما تبقاوش تهضروا تجيبوا داك الشيء من باش تبقاو تحاولوا تبينوا للناس انكم راه مصداقيه، والله الا كذابه ومحزاقيه، وخير دليل انك خرجتي كذبتي كذبه قد راسك. ماجده عليها مذكرات بحت، جمال قبل العيد غادي جمال حقه ما حقه غادي يعيد في الحبس، لا حول ولا قوه. اي والله اعطينا وجهكم، خرجت لي هذيك الله في عيدك المره قالت لك جبتي الربحه كذا، مشيتو كتحرشوا السيده باش تورطوها، السيده الله كتقاتل كذا مع ولادها، انا ما سبيتها في شرفها ما معايرتها ما والو، قلت احداث وقعت وما زلت عندها ولا احتاجني القانون، انا رهن الاشاره كاين شي مشكل. علاه ياك نتوما بغيتو تجيبو غير حق سعاد البريقي الله يرحمها، اش داكم تحرشو اختها عليا؟ راه ما عندها ما تصور مني، راه هيهات ثم هيهات، هاد الفم راه باغي يهضر ولكن للاسف ما عليناش. فالسيده الخوت وهاد الناس عجبهم الحال انه غدا غتاجل، باش تعرفوا ان الناس كيديروا اي حاجه باش يطولوا. قلبوا تاني على شي معطى جديد، والو انتهى الامر. شتي واخا تاجل غدا جلسه زينه المحاري ماشي مشكل، حنا معاكم نخدموا معاكم، حنا شويه نبقى نبرقوكم شويه صافي، نخدموا معاكم ونبرقوكم وبزاف ديال الامور، وحنا معاكم. ياك بغيتوا غير الخدمه على الادسنس حنا نخدموا معاكم، انتما في اوروبا وتطيروا تديروا جوج فيديوهات ثلاثه، حنا غير في المغرب هو طلعوا على قناتي غتلقاو فيديو في النهار، الحمد لله عندنا القناعه وما تنركبوش على الملفات، هما باغيين حد يمشي للحبس ظلما وعدوانا، كيفاش غديروا مع الله عز وجل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله الخوت، كانت تاجيل ما كانش، حنا كنا كنتمنوا انه تدوز الجلسه وتهنى هذا الشيء ونتهناو ويحبس هذا الموضوع وديك البنت تمشي تعيش حياتها. وهنا غادي نهضر على هذا الموضوع. يسرى انت بزاف ديال الناس تيبغيو لك الخير ما كتبغيهمش، فما كتبغيهمش وكتنوضيها معهم. واليوم غادي نقول لك انني تاكدت انه فعلا ديك الخرجات اللي كنتي كتخرجي للبنة كنتي مدفوعه من طرف حبيب القلب. انا ما عمري ظنيت ان هاد السيد يدير هاد الشيء. البارح خرجتي قلتي شي امور، انا ما غنقولش كنتي كذبتي، ان السيد اللي كيستغلك هاد زهير هذا هو اللي تيكذب عليك، وبحكم انتيا كما قلت راه قلتها مرارا وتكرارا، ما تقيسوش ليها غير زهير، قيسوا اللي بغيتو. وخير دليل ضربتي في الشرف ديال مرات باك وخرجتي، يعني بديتي كطحني وما حشمتي ما غرقتي، وفي رمضان وما كاينش مشكل، وكنتي باغا ديري سلسله، واخا كنتي غطحني حتى انت غتاكلي العصا، لان حنا من تنكونوا مؤثرين اولا انت عندك واحد المحتوى من حقك تخرجي تدافعي على راسك. ولكن السيده لا كتخرج لي الاسرار، لا ماشي هي كتخرج لك الاسرار، والله ما هي، انا تنقولها لك اليوم، لبنى ماشي هي، لبنى ما تيحملهاش زهير. علاش؟ لانها دائما كتنصحك باش تحضي راسك معاه. الاوديو اللي خرج لك الاول انه ما قال ما خلى ما قال فيك، قال لك لا حقاش بدات ليه لسانه. واش كاين شي واحد تيجبد؟ واش دابا انا غيجبد ليا شي واحد لساني على اعز الناس عندي هما ولادي ولا مرتي ولا امي؟ كيفاش جبدات ليه لسانه؟ هادشي ما كاينش، هادي سميتها انه مبررات خاويه. السيد كيمشي عند الناموسه كيتصل بها وكيضرب بطريقه غير مباشره في يسرى،
اسمعي يا اسره، قال لك هذيك الدار هو اللي كاريها، وانت غير كتكذبي على الناس وكتصوري وكتبغي تبيني راسك راه شي حاجه. هذه ضربه الاولى. الضربه الثانيه انه كيبرأ الام ديالو امام الناموس، رغم ان الناموسه ما حاضره لا في زواج لا في جوج، وهي قالت لها البارح في اللايف قالت لهم ودي انا ما حضرت ما زوجتكمش داك الشيء بيناتكم. اليوم يوصل اللي خاصك تعرفي ان هاد الزوجه تلاعبوا بك، كذلك ضرب حتى في جداتك ام يوسف الفاسيه. قال لك سيدي، قال لها الخوت انا نقول لكم هادشي واقع، هادشي واقع فعلا، حنا ماشي دراري، كاين حوايج اللي انه حنا واخا نكونوا مع ضد الناموسه، كاين حوايج اللي حقيقيه وكاين حوايج اللي غاب المنطق راه باينه كذوب. سيد مشى ما فهمتش علاش، شنو الغرض باش انك تتصل بالام؟ الام اصلا اللي هي اللي وصلت بنتها لهاد الدرجه، وكان عب الاحرى لو كان يسرى هاد السيد تيدير لك قيمه انه غادي تكوني معاه او اللي يعلمك ويقول لك شنو ها شنو، ماشي يجي يكذب عليك وتجي تكذبي على المتابعين. انت مشكلتك هو انه تيقول لك جوج كلمات كطيحي. اذا اول حاجه ضربه ضربك هي انه انت يا ما كاري لا دار لا جوج، هو اللي كاري هو اللي داير، وانه ما كرهش ما تبقاوش ما تبقايش كاع في اليوتيوب، وهو ما عنده ما يدير باليوتيوب، هو ما عنده ما يدير باليوتيوب غير هو انه لا حول ولا قوه الا بالله، زعما هو راه كره اليوتيوب. كيفاش غادي تقدر انت انك على المصاريف ديال اليسرى ودير الدار والطوموبيل وكذا، وانت عندك غير واحد الحانوت على قد الحال، وحنا كنعرفوا هذا الشيء. ما علينا، السيد الخوت ما فهمتوش، كيكره لبنى حيت كانت هي اللي كتوري اليسرى شنو دير، وهذا الشيء علاش حرشك يسرى عليها وما خليتي ما قلتي، ورغم ذلك يسرى كبرات عقلها وما بغاتش تدخل معك في بزاف ديال الامور، لان عارفه ماشي لخاطرك كنتي كتخرجي كتبكي فعلا، لان كنت تكون بيناتكم الغيار، ولكن باش تمشي وتمشي عند الام وتمشي عند الناموسه وانت عارفه غتسجلك وغتخرج البانوراما ولا الشحيبر وغتخرج هذا الشيء كامل، مشيتي بحال كتنتقم من البنت. هذا الشيء علاش يسرى كنقول لك شتي الروباله متى تقول لك راه كذا راه ما فيه ثقه، راه فعلا راه ما فيه ثقه، لان هي الروباله راه شوف راه نقول لك واحد القضيه، انا كنعرف ولاد الشحيبر قبل ما تعرفيهم، قبل المشكل ديالكم، وكنعرف الروباله. الروباله ما تحفرش ليك، والروباله تبغي لك الخير، شي اللي قالت لك راه بغيتك الخير بحال بنتي بحال بنتها، واخا تعطيك للراس ولكن ما تدوزكش، ماشي بحال اللي خرجوا لك وما خلاو ما قالوا فيك الشرف ديالك، ولا بحال شي لعبه كانوا كيديروا به حركات لسانيه، فهمتي؟ فاليوم اليوم كيتاكد لك يسرى كذلك ان هاد الزهير والله ما فيه ثقه، لانه علاش غادي تمشي وانا وخالتي وكذا، وكيستغلوها. ضرب لك حتى في جداتك ام يوسف الفاسيه انه كيستغلوها، راه ما كاينش اللي كيستغل الزهير يسرى قدك، ما كاينش اللي كيستغل يسرى قدك من الاخر، لانه انا غادي نعاود نقولها، والله لو ما كنتيش غتخرجي من الحبس والله لا تزوجتيها، راه قلتيها راه تقالت انه قلتي الناموسة انه انا ما كنتش دايرها في عقلي، ولكن دابا كذا كذا. انت طماع صاحبي، انت طماع، لقيتي واحد البنت عندها طوموبيل عندها باغاك كتلعب عليها كيما بغيتي باش توصل بك الدرجه، تمشي تتصل والله كليتي في الدار ديال جداتها وتقول لها كيستغلوها. لبنى باش كتستغلها؟ ياك لبنى كانت تصرف كانت ما تخلي ما دير، انت اللي كتستغل. واش لبنى هي اللي كتمشي للسهرات نهار العيد؟ واش لبنى هي اللي كتفطر في بلا سوب والموسيقى؟ واش داك الشيء غتقدر عليه انت؟ ما غتقدرش عليه. اذا الا كان شي واحد تيستغل اليسرى راه هو انت، وهذا الشيء علاش تنشوف بزاف ديال الناس. انت قد يسرى وكيما نبغيش ليها الضرر، البنت دازت عليها وعاد زيد انت كتلعب بها كيما بغيتي، حيش طاحت فيك دارت امور ما خصهاش ديرهم، وهذا الشيء علاش كنتي كتحارب لبنى، حيت لبنى كانت ما كتبغيش شي امور انت كديرهم يسرى وانت اللي كتقولهم ليها. انت راه قارح صاحبي، انت راه شارف واش صاحبك باقي صغير قدك، انا قدك راه عندي ولد كبير وما فياش هاد الفعايل هادو، لان الحمد لله ما تزوجناش على الطماع ولا كذا اولا، وخير دليل ان احنا ما تنمشيوش للقاصرات. فاليوم يسرى فيقي وعيقي، احنا ماشي ضدك، مزيان تزوجي وتهربي للطاعه، لكن هذا ما بقاتش طاعه. هاد السيد اللي مشي انه عند ماماك ويضرب فيك بطريقه غير مباشره ويصفي الحسابات، منافق هذا،
يدير الزوين خالتي ما تخالتي، مع العلم ان لبنى علاش لبنى؟ حيت لبنى بغات لك الخير وكانت تقول لك شنو ديري وكذا وحضي راسك وبزاف ديال الامور هو ما حملهاش. هادشي كامل غير على هادشي، وبغى يجي يدخل الدار وبغى بزاف ديال الامور. قال لك انا اللي كريت الدار، انا اللي درت اولا هنا ضربك بنص، حيت انت كتخرجي كتقولي للمتابعين انا كريت انا درت انا فعلت. فاليوم كنقول لك ما غاديش نزيد نهضر اكثر، منين يقول انه كيستغلوها انت عارفه شكون كيستغلك، ولا يهضر على جداتك على بواها، ورا بواها هذاك ابو زباله، راه بواها هذاك، هذاك راه بواها، كيفاش كيستغل باها كتستغل جداتها، وراه عايشه مع جداتها راه خصها تصرف. وهذا الشيء علاش وقع المشكل اصلا مع لبنى، ولكن المشكل الحقيقي هو انك انت اللي كنتي كتحرش يسرى على لبنى ومن الاخر. وانا ما عمري ما هاد الهضره كنت كنسمعها وتنقول لا، وكنسمعها في الخاصه وكنقول لا كدا راه ما يمكنش، او انت اللي وصلتيها انه حرضتي يسرى على مرات بوها. حيت فعلا يسرى نسات كل شيء، نسات كل التضحيات ديال لبنى. وانا تنقول لكم يسرى قيس ليها اي حاجه، ما تقيسش ليها غير زهير. بغيت نعرف شنو الهدف من هاد المكالمه. حنا كنعرفوا غير سالي زين المحارم، ديك الساعه راه يكون واحد الصلح بلا ما تجري فيه انت، انت دير غير الدور ديالك مع ديك البنت اللي بغاتك يا صاحبي. ولكن والله ما لقيت ما نقول. فهذه رساله ليسرى، فعلا داكشي كيقول لك المتابعين عندهم الحق، كتقول لك الروباله عندها الحق. الا كانوا ضربوا فيك وانتقدوك على داكشي اللي درتي ليسرى، وانك الناس اللي ضدك على قبل لبنى، فعندهم الحق، لانك فعلا انت مدفوعه. وخير دليل اليوم نعرف غتنوضيها معاه، لانه راه قالت لك البانوراما عندها الدليل، عندها المسجلات، وهو عارف انها غادي تسجل، ورغم ذلك غادي وكيضرب فيك وكيضرب في لبنى وفي جداتك. قال لك كيستغلوها، ما كاينش اللي كيستغل يسرى قدك، وهذه هي الحقيقه. مهم متابعينا، هذا ما كان تحياتي لكم. المهم كانت غدا زين المحارم هي ديك، ما كانتش راه فحال فحال. شوف شوف شحال قدا كاع الطوال، شحال قدا كاع تاجل، غيجي واحد النهار، نهار غادي كتاب، راه غادي يكون الحكم وغينتهي الامر. الحمد لله انك يا بانوراما اعترفتي انه غادي نفرحو، وانه لانه عندنا تكون عندنا المصداقيه، وانه ما كاينش وما تنتهموش الناس بالخاوي. الحمد لله من فمك جات وقلتي ما عندنا ما ندير. لا شوف دازت شهر شهرين ثلاث شهور راه عامين، وهذا الموضوع حنا نصبروا واحد، لان هذه هي القضيه الاساسيه. اما الشيء كاين الاخرين التجاره في البشر انا دوك كيدين، وحنا عارفين، لان نتوما كتبداو هذا الشيء من بعد كتبداو تصفيو حسابات، راه لبنى بغيتو غتصفيو حسابات معاها، هذه هي الحقيقه. المهم تحياتي لكم الخوت، ما بعيده غير كلاكسونيت، ما بعيد غير الكلاكسون، هذا مكان ما بعيده غير تازا كما تيقولوا. اما كل شيء قريب، وغادي تدوز الجلسه وغادي نشوفوا، وكل شيء غادي تفضح ان شاء الله. وهذا مكان تحياتي لكم متابعينا، دمتم في رعايه الله وحفظه.